بالروداني 20 سنه كنسكن في منطقه مولاي رشيد. كنبغي نقول للناس اللي كيسكنوا في هذه البلاصه يضحيوا على ولادهم، وراه الحمد لله هما ولاو عندنا الملاعب القرب ولا عندنا كل شيء الحمد لله متاح حدانا بلا ما نمشي نقول ندي ولدي لديك البلاصه ولا هذا، راه كل شيء قريب ليهم. لعبه النادي البلدي النسوي ولعبه المنتخب الوطني النسوي. والتاريخ التاريخ بديت في هاد البلاصه اللي واقفين فيها نيت حنا دابا، بديت في الملاعب القرب ديال مولاي رشيد الحمد لله. علاش كيقول لك كنبداو من والو، بديت باقا صغيره بحالي بحال هاد الدراري الصغار اللي ورايا، غير انا كنت ديك الساعه بنت وخلقيت واحد شويه الصعوبات، من الحمد لله ها انا واقفه حداك دابا بهذيك المجهودات اللي كنت كندير في الصغار بكل شيء. انا واقفه حداك دابا، واقفه كنهضر معاك الحمد لله. انا في واحد المرحله اللي زوينه، اللي بديت كنستحق داكشي اللي خدمت عليه، بديت كنجح في كل شيء الحمد لله. دابا لعبه المنتخب الوطني النسوي اللي اي بنت كتحلم انها تكون في هذاك الفريق في هذاك المنتخب، اي بنت كتحلم تكون في ديك البلاصه وفي ديك القمه. ولكن اللي بغيت نقول لك منطقه مولاي رشيد ماشي منطقه سوداء، منطقه سوداء لحقاش هي شويه منسيه شويه فهمتي، كتعاني من شي حوايج، ولكن الحمد لله اللي كيدير واحد لوبجيكتيف في راسو ما تيفكرش فين كاين هو، ما تيفكرش تيفكر في هذاك لوبجيكتيف اللي خاصو يوصل ليه فهمتي. راك زعما راه مولاي رشيد راه كاينين شي بنات اللي زعما ماشي في هذا المستوى ولا هذا الشيء، ولكن ماشي هذا ماشي بحد ذاته هذا نقولوا ضعف ولا شي حاجه، ولكن بنادم يدير ان اوبجيكتيف في راسو اللي يوصل ليه ويوصل لواحد لونيفو كيكون نقولوا. وراه كيف قلتي راه واجهت الحمد لله ماشي الحمد لله واجهت صعوبات. انا واحد البنت اللي عايشه بدون اب فهمتي، عندي امي بوحدها اللي مسكينه حتى هي ساكريفات عليا، حتى انا ساكريفيت. انا كنت قد الدراري صغار ما كانش كيجيبني الوالد ديالي ولا الام ديالي للتيران، كنت كنلعب في سيدي مومن كنمشي لراسي كنمشي. من بعد ما التحقت بهذيك الفرقه اللي في سيدي مومن كنت كنمشي لراسي في الطاكسي، وانا في سن قلت 9 سنين 10 سنين كنت كنمشي لراسي، ما كان كيديني حتى شي واحد. الحمد لله والله عشت المعاناه، وانا دابا الحمد لله فخوره بهم، حيت لو كان بعشت دوك المعاناه ما غنكونش هنايا في هذا المستوى. شفت الاحساس ديالك من المستوى كيفاش شفت هاد الوليدات هادو اللي غادي تاثروا قدامك؟ هاد الوليدات اللي كيتاثروا قدامي انا من زعما من الناس اللي بغيت انا نجي ناثرهم نجي نعاونهم، داكشي اللي علموني الناس الحمد لله شديتو، وانا بغيت نعطيه لهاد الوليدات الصغار وان شاء الله حتى هما يديروا واحد لوبجيكتيف في راسهم. وراه كيف كنقولوا راه كره القدم في المغرب راه تطورت واحد التطور اللي تبارك الله، كيف كنقولوا راه كتشوف زعما كاين كاع الفرق كيفاش كاع المنتخبات ديالنا كيفاش، والحمد لله الله يسهل على الجميع. واش كان الاحساس ديالك كما نقولوا هنا في ديك البلاصه قدام الجماهير المغربيه، واش كان الاحساس ديالك؟ كان الاحساس ديالي زوين باش ناخذ واحد الجائزه ديال احسن لاعبه في البطوله اللي هي صعيده، والحمد لله ملي خديتها في هذا السن اللي صغيره مازال ان شاء الله مازال نعطي محسن. كان واحد الجمهور زوين اللي كتلقى مع الناس كبار حتى هما في كره القدم، كتلقى مع لعابه كبار كتبدل من كيف كنقولوا كتبدل من العقليه ديالك فهمتي، كيف كتقول انا راه كنسكن في مولاي رشيد وشو زعما كاين، تلاقيت مع ناس اللي كل منين جاي كل كيفاش داير، والحمد لله اللي لقيت راسي بحالي في حالهم زعما كاين ما بعدش على بعضياتنا بشي حوايج، وكيف ما كتكون كيف ما كيكون بنادم داير الاخلاق ديالو والاخلاق ديال الناس اللي كيتجمعوا كنوليو قراب لبعضياتنا. وانا فرحانه بزاف، وهذا الشيء ما جاش من والو، جات بالخدمه جاب المجهودات اللي درتو انا صغيره جاب كل شيء، وكنشكر الناس اللي تبعوني باش عطوني ديك الجائزه. شنو تقول للمغاربه بصفه عامه؟ كنبغي نقول لهم الا عندهم زعما شي طفل ولا بنت وهما ماشي غير كره القدم هي موهبه كيلقاو راس ولادهم كيرتاحوا فيها يعاونوهم، واخا ما عرفت شنو يديروا يعاونوهم كيف ما عرفت شنو. نعطيك مثلا اكزومبل، هبات امو قالت لك النهار الاول باعت تليفون باش عاوناتو باش بغات توصل، وشو دابا الحمد لله فين وصل. يعني الوالدين يضحيو مع ولادهم باقصى المجهودات باش ولادهم يوصلوا، حيت انا هادشي ما لقيتوش. داكشي علاش كنقول للناس اللي زعما اللي غيشوفوني يضحيو على ولادهم، وان شاء الله راه غتكون واحد الغيزيطه اللي غادي تعجبهم. شكرا
الاحساس ديال صحابات كنا استقراب لك ملي شافوكم؟ الحمد لله فرحانين بيا والله، وانا انا فرحانه بهم وهما فرحانين بيا وانا فرحانه بهم. وكيف كنقول لك راه دابا انا فهاد السن راه انا كيف نقول انا الراعي ديال الدار، يعني دارنا فرحانين بيا وكل شيء، اي حتى شي حاجه ما خاصهم الحمد لله بي انا وبيهم هما انا فهاد الشيء والحمد لله. وكنبغي نوجه واحد الرساله للاباء اللي بعاد على ولادهم، كونوا مع ولادكم باش ربي ما يخيبكمش حتى نتومايا.